ما هو الحقل البصري أو المجال البصري؟ ما هو الحقل البصري أو المجال البصري؟ لو حطيت إيدي مثلا على إحدى العينتين وثبتت عيني على نقطة معينة، هل أشاهد فقط النقطة التي ركز عليها أم أشاهد بعض المعلومات حولها؟ نسيتها هي وبعض المعلومات حولها. حوالي، نعم. طبعا أنا ما بدي أغير، بدي أثبت عيني على اتجاه معين، ما بغيرها هيك وهيك. إذا كان لأنه إذا غيرت اتجاهها ممكن أشوف مجال أوسع. قال المجال البصري هذا اللي هالعين هاي أشو شافت قدام النقاط، كل شيء شافته وهي ثابتة ومركزة، هذا هو عبارة عن المجال البصري للعين. طبعا رؤية لعين واحدة، إذا خبيت واحدة من العينتين وتركت العين الثانية حرة وثبتها، كل شيء بشوفه بها العين هو عبارة عن المجال البصري. لاحظ أنه المجال البصري ببلش من عند العين، يعني من نقطة صفر، وبينطلق للأمام بشكل مخروطي. يعني المخروط هون بيكون القمة وين؟ عند العين، والقاعدة هي أبعد نقطة بشوفها الشخص. إذن الحقل البصري هو مجموعة النقاط التي يمكن رؤيتها بعين واحدة ثابتة في لحظة زمنية معينة، إذن في لحظة زمنية معينة، ويشكل في الفراغ مخروطا ذروته عند العين وقاعدته بعيدا عنها. إذن مجموعة النقاط التي يمكن رؤيتها بعين واحدة ثابتة في لحظة زمنية معينة، ويشكل في الفراغ مخروط ذروته عند العين وقاعدته بعيدا عنها. لاحظ هنا الشكل يمثل، لو انتبهت على العين مثلا هون اليمين فرضا، لاحظ انه نقطة بلشت العين من نقطة صفر اللي هي ذروة المخروط، والنقاط اللي بشوفها بشكل مخروطي امامه، كل عين بتشوف بهالمجال، هذا بنسميه مجال بصري. اذا المجال البصري هو مجموعة النقاط التي يمكن رؤيتها بعين واحدة في لحظة واحدة معينة زمنية طبعا، ويشكل في الفراغ مخروطا ذروته عند العين وقاعدته بعيدة عنها. لاحظ هنا تصالب العصبين البصريين، إذا في معلومات من العين اليمين عم تروح على اليسار، وفي معلومات من اليسار عم تروح على اليمين، هذا إذا تصالب بصري، تصالب العصبين البصريين. أنتقل الآن لدراسة دور المخ. تعرفنا على دور الشبكية، الآن دور المخ. إذا الخلايا البصرية تلقت التنبيه، أعطته للخلايا في الطبقة الوسطى ثنائية القطب، أعطته لبعدها لمتعددة الأقطاب العقدية، ومحاورها هاي شكلت قلنا ليها في العصب البصري، ونقلتها لوين؟ على المخ. في المخ وين؟ في أي موقع في المخ؟ لوين بتوصل التنبيهات في المخ؟ الفص القفوي، ممتاز، في الباحة البصري. الباحة البصري، طيب كم باحة بصري عندنا؟ باحتين أولي والثانوي. غير الباحات هاي، أنا قصدي كموقع هو بقى مزبوط، في باحة بصري أولي وثانوي تمام، بس إنه في نصف الكرة اليمينة في باحة بصري، وفي نصف الكرة اليساري في باحة بصري، مو هيك؟ تنتين قلنا متناظرتين. في كل نصف كرة مخية، إذا تذكرت وقت قسمنا الباحات قلنا في كل نصف كرة مخية في باحة بصري، وفي باحة حسي جسمي، وفي باحة سمعي، وفي باحة محركي، وفي باحة ترابطي. في كل نصف، يعني كل وحدة لها مناظر في نصف الكرة الآخر، ونفس الشيء الباحة البصري من هالباحات في لها جزء مناظر. والعين اليمين والعين اليسار عينتين عم يرسلني على هالباحتين المتناظرتين. إذا تصل الصورة إلى المخ مثل ما شفناها، انطبعت، إذا بتذكرون انطبعت وين؟ على العين. الخيال كان مقلوب ومعكوس وأصغر من الجسم، على العين كان الانطباع، كنا نقول خيال حقيقي ومقلوب ومعكوس وأصغر من الجسم. مقلوب رأس العلاقة، معكوسي معكوس الاتجاهات، وأصغر من الجسم طبعا تصغير. هذا الخيال وصل على المخ بهالطريقة هاي من الجسم، لكن أنا بشوف الجسم أمامي بوضعه الطبيعي مع أنه وصل على المخ بشكل مقلوب ومعكوس وأصغر. قال هذا المخ هو أصلاً بيعتبر أنه هذا هو الشكل الاعتيادي، يعني وقت بيوصلوا الخيال مقلوب ومعكوس وأصغر من الجسم
بيعتبروا انه هذا هو الشكل الاساسي. لو اجا صحيح راح يعتبروا اشو؟ مقلوب. ولو اجا مو معكوس راح يعتبروا معكوس. عرفنا كيف صارت الفكرة؟ انه هل مخ مدرب ومجهز على انه يعتبر الخيال اللي اجا المقلوب صحيح، والمعكوس يعكس اتجاهاته، والاصغر يعطيه بعده او ابعاده الحقيقي. فهي اذا دور المخ هنا عند انه يعتبر هل فكر هاي اللي اجته من الخلايا البصري يعتبرها هي الحقيقي وهي الدائم. اذا لان المخ مدرب على ان يعد هذه الحاله هي الشيء السوي، فندرك الجسم ضمن وضعه الصحيح. اذا ممكن هون يفسر لماذا نرى الأجسام في وضعها الطبيعي على الرغم من وصولها إلى المخ بشكل مقلوب ومعكوس وأصغر من الجسم. ليش؟ لأن المخ مدرب على أن يعود هذه الحالة هي شيء السوي، وبالتالي ندرك الجسم ضمن وضعه الصحيح. ممتاز. يتشكل للجسم الواحد خيالان، كل عين بدأت تشوف الجسم مهي. طيب انا ما عم بشوف غير جسم واحد، مع انه في قدامي، هو عندي قدامي صحيح جسم واحد بس عم بشوف بالعين اليمين. لو غطيت اليسار مثلا شفت بالعين خيال او جسم، وبالعين اليسار كمان شفت جسم. طيب ليش وقت اللي هالخيالين هدول ما عم بشوف انا جسمين طالما انه في عندي عينتين وكل عين عم ترسل صوره للجسم المرئي؟ ليش عم بشوف ان جسم واحد؟ يتشكل للجسم الواحد خيالان على منطقتين متناظرتين من الشبكي. مو في عنا قلنا باحتين البصريتين في الفصل القفوي باليمين وباليسار، وكل نقطة من النقاط بتكون لها نقطة مناظرة على الباحة المقابلة. فوقت يوقع الخيال على نقطتين متناظرتين من الشبكي، هون المخ بفسرن على أنهن أشو؟ جسم واحد. لو قدامي شخص واحد شوفوا واحد، إذا اثنين، إذا أمامي اثنين، هون كل واحد منهم رح ينرسل على نقاط غير متناظرة، فرح شوف مجسمين. وهي أحيانا بتصير عند الأشخاص اللي بيكون في عندهم مثلا انحراف بمحور العين، فبيشوف جسم وخيال أو جسم آخر له، رح نشوفها في عيوب الرؤية. إذا بالحالة الطبيعي كل عين أرسلت خيال، لكن هالخيالين وصلني على الباحة الحسي البصري بنفس المكان وبنفس الموقع وبنفس النقاط المتناظرة في نصفي الكرة المخي. بس وصلت بهالطريقة هاي المخ بيعتبرن جسم واحد، وحتى شو بياخد الأبعاد الثلاثة الهن. إذا بيشوفوا الجسم بشكل أبعاده الثلاثة. يقوم طبعا المخ بدمج الصورتين معا مما يسبب رؤية صورة واضحة للجسم بأبعادها الثلاث، وهي ما يسمى الرؤية المجسمة. الرؤية المجسمة طلع هون على العينتين كيف عم بركزني على جسم واحد، وشوف الخيالين على هذا الجسم. هذا خيال اللي أرسلته العين الأولى، وهذا خيال أرسلته العين الثانية. عم يوقعني على منطقتين متناظرتين، وبالتالي يؤدي إلى ظهور رؤية مجسمة وبنفس الوقت رؤية متطابقة في العينتين معاً.